كم من طفل سيخبر الله بكل شيء، وكم من امرأة ستشكو جرح الفراق. هنا أطفال كانوا يلهون ويلعبون، وهناك كانت تستعد النساء لعودة أولادهن وأزواجهن من العمل، لكنهم لم يعلموا أنهم سيغادرون مغدورين قبل عودتهم دون أن يحظوا بفرصة وداع أخيرة. لا تزال صواريخ الكاتيوشا مجهولة النسب، وتستمر بدك محيط الأهداف، ولا تصيب سوى الأبرياء من أبناء العراق العزل، ليذهب ضحيتها 6 من عائلة واحدة وآخرون ينازعون الموت. اللي سوناه شنو؟ أنا ناشد الكاظم يجي، إذا أكو حق وحقوق يجي أريد حقي. مطلوق من جهة يعرفون، هسه ما عرفوا الجهة المطلوق من عتها صاروخ. زين، وأكو تصوير كاميرات، قالوا جت جهة من هناك ضباط، قالوا إحنا عرفنا السيارات اللي جت، وأريد إذا هم يقولون صحيح أريد حقي. يعني ليش نهجم بيتنا؟ 6 ماتوا وواحد مخطر السابع. شو بشيش البنية بشيش نهبتها ديش العماية، ديش العماية مالتي هذا حضمون نمسوين أنا شنو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إلى متى نبقى؟ إلى متى؟ وين نروح؟ وين نروح؟ يعني شنو بهاي العائلة راحت كاملة؟ 7 نفرات، يعني 2 نساء كبار والباقي أطفال، يعني هل هو هذا صحيح؟ أن تسكن بمحيط مطار بغداد أو مجاوراً للمنطقة الخضراء يعني أن تكون على أهبة الاستعداد لأي خطر قد يلحق بك. هجر المناطق وترك المنازل خيار أغلب سكان تلك المناطق في ظل تكرار الهجمات الصاروخية دون رادع لإيقافها. كلكم الإعلاميين جيتوا، راح يوصل الحكومة مالتنا. شنو راح نستنكر؟ بس استنكار الرشواق عابه باللزمنا، هذا المجرم لزمنا قليراب، ما كاشي مجرد بس استنكار اعلامي لا اكثر. وحتى السياسيين ما قضاء بغرب ولا واحد منعتهم وصل، ولا واحد وصل ولا بس نسمع. هاي البارحه القاعده جابوها جونا، وينهم؟ شو سووا بالقاعده؟ شو لزمتهم؟ ماكو، هي طلقت الصاروخ البارحه جابوها علينا وجو. شو سووا بيها؟ تجيب لها تواسيني للجنايز، ما حد يجي منعتهم، بس استنكار استنكار. هسه كل واحد عندهم استنكار. رئيس الوزراء طلع، انا اجذب بجده ما كل قناه اعلاميه من جاي يستنكر، خلي طلع لنا يقول يا بالقناه الاعلاميه كلتها من لزمنا. هاي العصابه الاجراميه، حتى الشعب يرتاح. هسه بالنسبه للعشائر يقول لك العشيره اللي يكثرون بها الشيوخ خرب. هسه احنا على مستوى الحكومه بها عده رؤوس، الشعب العراقي ما يعرف على اي رئيس يتجه. وين نروح نشتكي؟ لمن نشتكي؟ نشتكي يم رئيس الوزراء، نشتكي يم مسؤولي الحشود، نشتكي يم الارهاب، ما نعرف وين نشتكي. نناشد دوله رئيس الوزراء والحكومه العراقيه والاجهزه الامنيه ان نصل الى اللحظه التي فيها العراقي مطمئن وهو ينام في بيته. اما اذا نصل الى اللحظه التي نتوقع في كل لحظه أن يسقط على بيتنا شر، فتلك هي لحظات توقع المكروه. يا رب اغفر لنا. دموع وصرخات تقشعر لها الأبدان، فلم يعد هذا المنزل ملجأ للطمأنينة والأمان، بل تحول إلى كومة أنقاض تحتضن ذكريات قد تناثرت مع أشلاء ساكنيها. من قضاء أبي غريب ندى المرسومي، التغيير.